أعلنت مجموعة لاند مارك، مجموعة تجزئة والضيافة الرائد في الشرق الأوسط، اليوم عن افتتاح 3 من متاجرها الشهيرة في مول عمان، أحد أكبر مراكز التسوق في السلطنة والذي يقع في منطقة بوشر في مسقط. الجدير بالذكر أن سوق التجزئة في سلطنة عمان هو سوق واعد وتنافسي وديناميكي، وتماشياً مع الاحتياجات المتطورة للمواطنين والمقيمين في عمان، جاءت متاجر هوم سنتر وسنتر بوينت وماكس الجديدة لترفع إجمالي عدد منافذ التجزئة التابعة لمجموعة لاند مارك إلى 103 منافذ. كما قامت المجموعة أيضاً بتنويع مجالات الترفيه والطعام والضيافة من خلال لاند ليجر وفنادق سيتي ماكس وفيتنس فيرست وفود مارك وقسم المطاعم الذي يدير منافذ الطعام الخاصة بالمجموعة، وكذلك منافذ الامتياز التابعة لها، بوصفها مؤسسة كبيرة لتجزئة تدير مجموعة لاند مارك، أكبر مركز للخدمات اللوجستية والتوزيع مملوك للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تطورت الشركة الآن لتقدم خدمات 3PL لوجستية مع إطلاق مركز التوزيع الضخم الآلي بالكامل في المنطقة الحرة في جبل علي في دبي تحت الاسم التجاري أوميغا لوجستيك.